ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن التركي معين نعيم. سيد معين، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم سيدي والضيوف الكرام. كما تلاحظ بأن الأمم المتحدة دعت الأطراف الفاعلة في سوريا إلى حل المسائل العالقة حول المنطقة الآمنة شمالي في الشمال السوري، كيف ترى الموقف الأمريكي تحديدا من المنطقة الآمنة؟ يعني واضح أن الأمريكان لا يريدون لموضوع المنطقة الآمنة يتحول إلى ورقة قوة بيد تركيا ولا ورقة ضغط على أداتها الأهم في تحريك المنطقة، وهي قوات البيادي أو الباكاكا النسخة السورية. لذلك أنا أعتقد الأمريكان غير معنيين بإعطاء تركيا هذه القوة وهذه الورقة حتى لا تتخلص من جزء من الأعباء أو التهديدات الأمريكية بالتدخل في شؤونها أو على الأقل التأثير على أمنها في لحظة احتياج أمريكا لذلك. في المقابل لأن الأمريكان يستخدمون قوات البيادية كما تعلم كذراع أو كأداة للي ذراع تركيا بين حين والآخر، وهذا واضح جدا من نوع التسليح ومن نوع الحماية المطلقة التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القوات اللي هي تعتبر امتداد لعصابات حزب العمال الكردستاني الإرهابية والمصنف إرهابيا حتى في تركيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، لأنه هذه القوات مسلحة بتسليح أكبر بكثير من حاجتها حتى لمواجهة كما يقولون أو كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية الإرهاب، أو حتى لتشكيل حمايات شعبية. هي مسلحة بأسلحة واضح أنها لمواجهة تركيا لا لمواجهة الميليشيات أو العصابات التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية هي أنشئت من أجل التخلص منها. هل هذا يعني يؤكد ما ذهب إليه مجلس الأمن القومي التركي من أنه سيقيم المنطقة الآمنة دون النظر إلى مواقف الأطراف الأخرى؟ هل ترى ذلك أن هناك إمكانية للأتراك أن يقيموا منطقة آمنة دون الأطراف الفاعلة في سوريا وفي القلب منها أمريكا؟ يعني هنا واضح جدا أنه المقصود فيه الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ليس هناك أطراف أخرى تحتاج تركيا إلى التعاون معها في موضوع المنطقة الآمنة. فالتوافق السوري الروسي التركي واضح منذ البداية، وروسيا غير معنية في المنطقة، بل إن حتى النظام السوري وروسيا ترى أن تخلص تركيا لسوريا من هذه العصابات أو الميليشيات التي لديها طموحات انفصالية هو في مصلحة سوريا كدولة لوحدة سوريا. أما الأمريكان فهم الطرف المعني بهذا التصريح، أي أن تركيا تقول للأمريكان أنها ستقوم بهذه العملية. وأعتقد أن الأتراك على الأقل ولو بشكل جزئي لديهم القوة، فقد نفذت تركيا عمليات برية قوية في درع الفرات وفي غصن الزيتون كانت ناجحة جدا، وأنا أعتقد أن ما تبقى أو على الأقل المناطق الأخرى قد تكون أقل وعورة وأقل إشكالية، وتركيا لا تحتاج لعملية كبيرة على طول الحدود، بل إن تقطيع أشلاء هذه المناطق سيكفي لتركيا أن تشل منظومة هذه الدويلة أو على الأقل المنطقة التي تسعى للانفصال عن سوريا، ودولة الكانتون التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إنشاءها واعتبارها أمر واقع لتفرضه على أي حل سياسي قادم، لأن هذا الحل الذي فيه دويلة الكانتون هو تهديد لاستقلال ووحدة سوريا وتهديد لأمن تركيا. كل هذه المعطيات التي تفضلتم بها تعطي الزيارة المرتقبة للوفد الأمريكي العسكري الأمريكي أهمية خاصة، هل تعتقد أن حلا وسطا يلوح في الأفق لحل هذه الأزمة؟ أنا أعتقد أن الأمريكان في الزيارة الأولى كانوا قادمين لفرض رؤية أو طرح رؤية يريدون أن يلزموا الأتراك بها، وردة فعل الأتراك كان لها دور في إعادة الأمريكان التفكير والمحاولة مرة أخرى لطرح بديل. لذلك أنا أعتقد أن تصريح تركيا بهذا الشكل الذي كان واضحا منه التحدي قد أتى أكله وبادت موضوع فكرة الوفد الثاني أو اللقاء الثاني لوفد أمريكي مع القيادات العسكرية التركية، هي مؤشر أن الأمريكان سيسعون إلى إيجاد حل، لكن هل سيكون هذا الحل مرضي لتركيا أم لا؟ هذا ما سنضعه في الأيام القادمة. لكن الشروط التركية كلها كانت شروط واضحة، ولنقل بالمفهوم التفاوضي شروط منطقية ومعقولة ويمكن تطبيقها. فلم تطالب تركيا مثلا بأن تكون هي الطرف المسيطر على هذه المناطق الآمنة، ولم تطالب تركيا مثلا
بفرض قوانين وضوابط معينه، انما قالت تريد ان تكون قوات محليه تحمي المنطقه وقوات امريكيه تركيه تشرف على هذه المنطقه الامنه. لكن الامريكان، وهذا ما يتم ماذا عن عمق المنطقه؟ هل اتفق عليه؟ العمق انا اعتقد ان ترامب لم يطرح العمق بقدر ما هو وافقوا على عمق تكلم فيه ترامب، فترامب كان يتكلم عن 20 ميل والاتراك قالوا هذا شيء جيد، نحن نقبل بهذه المنطقه. اما موضوع العمق فانا اعتقد انه يمكن التفاوض عليه، على 20 ميل او 15 ميل ليست قضيه كبيره بالنسبه لتركيا، لكن ان تكون منطقه بثلاث او اربع او خمسه كيلومترات لا تعني امنيا ولا عسكريا شيء بالنسبه لتركيا، فهي مناطق سهله التجاوز عبر قاذفات او 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 اسلحه بسيطه او متوسط المدى يمكن ان تؤذي تركيا، وتركيا ذاقت ماساه هذا النوع من المناطق الضحله في المواجهه حين كانت تقصف مدن غزه عن ضواحي المدن التركيه الحدوديه عبر من احيانا داعش او ما يقال انه داعش قد قصفت، او ايضا قوات القياده والبكك الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي. من ناحيه اخرى سيد نعيم، الى اي مدى ترى ان تاكيد البيان الختامي لمباحثات استانا على ضروره وقف اطلاق النار في ادلب سيسهل هذه المهمه التركيه وتنفيذ هذا المشروع؟ يعني بدايه مع الاسف لم يتكلم عن وقف اطلاق نار بقدر ما كان تكلم عن تجنيب المدنيين والمناطق، تخفيض المواجهه او النزاع، قد تخفيض اعتداء او التاثير على المدنيين. لكن انا اعتقد انه نجاح تركيا في هذه الاتفاقيات وفي هذه الملف وفي هذا الملف هو سيعزز موقف تركيا في الحوار او النقاش مع الوفد الامريكي القادم، لانه كلما كانت يد تركيا قويه في استانا ستكون ايضا يدها اقوى في الحوار مع امريكا، لان تركيا كما تعلم منذ ان اعادت تصحيح العلاقه او تصليح العلاقه مع الروس اصبحت تلعب بشكل ذكي جدا وحذر جدا على التوازنات بين الطرفين بين الروس والامريكان، فكلما كانت علاقه تركيا مع الروس قويه ونجاحاتها واضحه سيكون الامريكان معنيين اكثر بكسب صداقه وود تركيا في هذا وصلت الفكره. سيد معين نعيم المتخصص في الشان التركي، شكرا جزيلا لك.